سلامات يا شباب. على دكتور سيد مساء سيد مساك، وصلنا هنا المرة السابقة صح؟ دكتور. صحيح ولا مش صحيح؟ لا صحيح. إذا خلصنا الجزء الأول من هذا الشابتر اللي هو يتعلق ب simple circular curves. الآن خلينا ندرس الوضع مع بعض. طبعا هذه الرسمي جاي جزء من هذا الوضع اللي عندنا، يعني هذا الوضع اللي هنا احنا قلنا في عندنا tangents، وصلناهم مع بعض بسيمبل سيركولار كيرف في هذه الحالة اللي هو سيمبل سيركولار كيرف بيكون الريدس له يونيفورم ثابت. الآن السيارة ماشية على جزء مستقيم هان. السيارة ماشية على جزء مستقيم. هل يوجد عليها قوة طاردة مركزية طالما أنه هي ماشية على الخط المستقيم؟ يعني مستقيم لا. يوجد عليها قوة طاردة مركزية مقدارها صفر. هي القوة الطاردة المركزية شو بتساوي؟ تساوي mv squared على r. P قوة طاردة مركزية بتساوي M V squared على R radius in general. الآن الخط المستقيم الريدس له infinity، فالقوة الطاردة المركزية تساوي صفر. صفر. مجرد ما تدخل السيارة في البي سي point of curvature شو بصير عليها؟ هاي منحنى بغض النظر شو الريدس تبعه، سميه ار ايش مكان. مجرد ما دخلت في المنحنى بصير عليها قوة طاردة مركزية، صح ولا لا؟ صحيح. يا ترى هاي القوة الطاردة المركزية كانت صفر على الخط المستقيم، صارت ام في سكويرد على ار على الخط المنحني. هل تصعد هذه القوة الطاردة المركزية بشكل مفاجئ ولا بشكل تدريجي؟ تدريجي. الأمر تدريجي يكون. ليش تدريجي؟ مفاجئ. انت كنت بخط مستقيم لعند البي سي وفجأة دخلت في منحنى، وين التدريجي؟ قصدي قيمتها انا مزبوط اكتر. فاذا القوة الطاردة المركزية صعدت بشكل ايش؟ مفاجئ. يعني لو حاولنا نرسمها هي بالشكل هذا، كنا ماشيين على الخط المستقيم فيش قوة طاردة مركزية، هل قوة طاردة مركزية هي centrifugal force؟ كانت قيمتها صفر. هاي مع الديستانس، مجرد ما وصلنا البي سي صعدت القوة الطاردة المركزية بشكل مفاجئ على السيركولار كير. صح؟ صحيح. لأن هذا الصعود خطير. الصعود المفاجئ خطير. إذا كان أكثر من الحد اللي ممكن تحتمله السيارة، ممكن السيارة تقلب في هاي الحالة ولا لا؟ صحيح دكتور. طيب كيف احنا نحمي المركبة والركاب؟ كيف نحمي المركبة والركاب؟ نمنع الانقلاب. في عندنا ثلاث معايير.
المعيار الأول يا شباب هو إنه نحط يافطات على جنب الطريق. نحط يافطة ونكتب عليها أمامك منحنى منعطف تمهل، السرعة القانونية هي كذا كذا. يعني أنا لاحظت في دول برا إنه بحطوا بالذات على الطرق السريعة، حطوا اليافطة هي قبل نص كيلو من المنعطف وبيكرروها قبل 200 متر مرة تانية. أمامك منعطف تمهل، منعطف تمهل، منحنى تمهل. إحنا كمهندسين هل يشكل إلنا هذا حل هندسي؟ ممكن إنه نزيد آر مثلاً. أنا احتمال ما ينتبهش والله حتى. إحنا بنحكي عن اليافطة لسه. آه. هل هذا حل هندسي؟ لا لا. لأن هذه اليافطة واحد منكم حكى أنه ممكن أنه السائق ما انتبه لهاش، وارد ولا مش وارد؟ إذا ملتي على الموبايل ولا بيحكي مع اللي بجنبه فممكن هو ما ينتبه لها. هاي شغلة. شغلة تانية، ممكن هذه اليافطة تنخلع بفعل الهواء أو بفعل فاعل ولا لا؟ صحيح. إذن هذا مش حل، ضروري تكون موجودة بس هذا مش حل. الحل الهندسي هو اللي احنا بنفرضه على أمر على أرض الواقع وبنجبر السائق عليه، هذا هو الحل الهندسي. إذن هذا اللي عملناه حتى الآن، اليافطة هي إرشادية تحذيرية فقط. طب شو الإشي اللي ممكن احنا نعمله هندسيا على أرض الواقع اللي ممكن إلى حد ما يحمي المركبة والركاب؟ طب إحنا هنا انتقلنا من راديوس عند البي سي، يعني انتقلنا من راديوس مقداره ما لا نهاية إلى الخط المستقيم إلى مثلا 400 متر، صح ولا لا؟ نزلنا من راديوس مفاجئ من ما لا نهاية إلى 400 متر. ألا يوجد هناك منحنى نحطه بين الخط المستقيم وبين السيركولار بحيث أنه هذا المنحنى نسب قطره يتناقص تدريجيا من ما لا نهاية إلى 400 بدل ما أنه ينقص من ما لا نهاية إلى 400 بشكل مفاجئ؟ نعم يوجد هذا المنحنى اللي احنا بنسميه المنحنى اللولبي، سبايرال كيرف، مر معكم في الرياضيات. هذا المنحنى يبدأ بنصف قطر ما لا نهاية، هي R تساوي infinity، وكل ما مشينا يعني كل ما زادت L بتصير R تقل. لما بنمشي ما لا نهاية على المنحنى بتصير R zero. إحنا ما بدنا لعد ما نوصل zero. هاي الradius ما لا نهاية صار يتناقص 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 عند معين حد معين مثلا وصل 400. ولنفرض انك انت بدك تصمم على منحنى نصف قطره 400 متر، فبنيجي لهي القطعه اللي هي من هان لهان، هاي القطعه وشوفوا وين هيها، بنحشرها بين السيركولار، هي من هان لهان. فهنا الخط المستقيم نسب قطره ما لا نهاية، وهنا المنحنى نسب قطره ما لا نهاية، هنا السيركل نسب قطره 400، وهنا هذا المنحنى نسب قطره 400، فبتصلوا مع بعض بشكل تانجنشال. استوعبتوا علي؟ تمام. دكتور وضحت. تكون جاي من هذا الاتجاه او جاي من هذا الاتجاه، فزي ما حطينا واحد هنا بنحط واحد هنا بالجهة الثانية، زي ما حطينا واحد على الليفت بنحط واحد على الرايت، بصير عندي سيمتري. ممكن سيارة تكون جاية من هذا الاتجاه أو جاية من هذا الاتجاه،
لانه هان جاي من خط مستقيم للسيركولر وهان من خط مستقيم للسيركولر، ففي عندي نفس المتغيرات، فانا بعطي نفس المنحنى. لان هذا المنحنى لانه جزء من السبايرال، البعض بسميه سبايرال كير، البعض بسميه ترانزيشن كير، وهذا الاسم اكثر شيء عن اللي احنا نستخدمه. ترانزيشن انتقالي متدرج، لانه نقلني بصوره متدرجه وليست فجائيه من الخط المستقيم الى السيركولر. والبعض بسميه ايزمنت كيرف، لانه سهل علي عمليه الانتقال من الخط المستقيم الى المنحنى. واضح يا شباب؟ فصارت التركيبه عندي هي ليفت ترانزيشن كيرف، سيركولر، ورايت ترانزيشن كيرف. وهذا بلزمني وين بالذات؟ على على الطرق السريعه، انه على الطرق السريعه السرعه بتكون عاليه ولا واطيه على الهاي ويز؟ عاليه عاليه. لاحظ وتربيع والطرد المركزي تتناسب طرديا مع مربع السرعه. اوكي، قوه الطرد المركزيه عاليه، أنا ما بدي القوة الطرد المركزية هذه تصعد بشكل مفاجئ، بدي إياها تصعد بشكل تدريجي. هيو طلع. طبعا أنا هنا راح يصير عندي أربع نقاط تماس، مش تنتين بس بي سي وبي تي، لأنه في عندي نقطة تماس بين الخط المستقيم والليفت ترانزيشن تي نوت بنسميها، بين الترانزيشن والسيركولر تي 1، بين السيركولر والرايت ترانزيشن تي 2، بين الرايت ترانزيشن والفورورد تانجنت نسميها تي 3. طبعا يسموها تي نوت، تي 1، تي 2، تي 3، مش تي 1، تي 2، تي 3، تي 4، ما يعني هذا اللي لقيناهم في الكتب مسمينه، مش عارف شو اللي في راسهم، بس هذا هو الوضع اللي عندنا. فاذا انا عندي اربع نقاط تماس الان، لاحظ تماشي على الخط المستقيم. عندي تي نوت الريدس ما زال ما للنهايه، فالقوه الطارده المركزيه صفر. بعدين تبدا القوه الطارده المركزيه بالصعود، مش بشكل مفاجئ، وانما هي بشكل تدريجي لعند ما توصل الماكسيمم عند التي 1 لما يصير عندي سيركولار كيرف. هلا بثبت نصف القطر، فبتثبت القوه الطارده المركزيه انه هي الار بتصير ثابته. بينما ار لما كانت ما للنهايه كنا صفر. لما قلت الار ل 10000 هاي القوه الطارده المركزيه، لما قلت مثلا ل 5000 هاي القوه الطارده المركزيه، بعد ما وصلنا ل 400 هاي القوه الطارده المركزيه بعدين بتثبت. الى تلقائيا السائق لما بيمشي على هذا الترانزيشن، ما دام نصف القطر كل ما مشينا بكل، معناته القوه الطارده المركزيه بتزيد، فهو بيبدا يشعر انه في قوه جانبيه بتاثر عليه، فتلقائيا اجره بتروح على البريك وبده يخفف السرعه. استوعبتوها؟ تمام. واضح؟ واضح يا شباب؟ سمعوني صوتكم؟ واضح واضح دكتور. واضح. اوكي. هل هذا يكفي؟ الجواب لا. طبعا احنا يعني في اخر المحاضرة والمحاضرات الجاية رح نرجع لموضوع الترانزيشن كيرف. بس في عندنا معيار ثالث لحماية المركبة وركاب، كلنا في ثلاث معايير. معيار الأول نحط يافطات على يمين الشارع، تمهل أمامك منحنى، السرعة المسموح فيها كذا كذا، كلنا هذا حل مش هندسي. احنا بدنا حل هندسي. الحل الهندسي يا شباب يتكون من شقين. الشق الأول انك تستخدم منحنى متدرج ترانزيشن كيرف ما بين فورورد تانجنت الباك تانجنت والسيركولار، وبين السيركولار والفورورد تانجنت. شو كمان؟ المعيار الثالث اللي هو بنعمل شغله بنسميها سوبر اليفيشن. خلينا نشوف الحكي هذا من خلال الصوره هذه. هاي في عندنا سياره
ماشي على الشارع، سيارة رايحة ولا جاي؟ هاي يا شباب جاي. انت رسمتها دكتور؟ ايش انت رسمتها؟ جاي هاي لان الشوفير عشماننا. هي انا مين راسمها؟ رايحة ولا جاي السيارة هاي؟ رايحة رايحة، الشوفير عشماننا لأنه. رايحة. انت الشوفير بسوق على يمين الشارع وهاي راسه هاي عشمان. طبعا انت لما تطلع على السيارة من ورا بتشوف الضوء، بتشوف العجل مسقطه كمستطيل، ما بتشوف دائري، دائري ده بتشوفه من الجنب، لما بتشوفه من ورا بتشوفه مستطيل، صح ولا لا؟ صحيح صح. لأن السيارة هذه وهي ماشية على الخط المستقيم، شو القوة اللي مأثرة عليها؟ وزنها لأسفل. وزنها لأسفل، هذا مثبتها على الشارع عشان ما تطير. طيب وإيش كمان؟ الشارع مستقيم يعني دكتور؟ آه شارع مستقيم، شو القوة اللي مأثرة عليها؟ إيش عليها طاردة مركزية؟ طيب مقاومة الهواء. في عندنا ثلاث قوى رئيسية وقد يكونوا أربعة. القوة الأولى هي وزنها اللي مثبتها على الشارع. القوة الثانية قوة دفع المحرك للأمام، يعاكسها إيش؟ مقاومة هواء، صح؟ هاي صاروا ثلاثة. الرابعة قد يتواجد في بعض المناطق منحنى، لا قوة رياح جانبية. فيمكن بتشوفه في بعض المناطق كلك هدي السرعة، منطقة رياح جانبية. حدا قرأ يافطة زي هيك؟ لا عندنا بجوز. فيش دكتور طريق الجامعة الأمريكية دكتور؟ لا لا موجودة موجودة طريق الجامعة الأمريكية. أوكي. وكمان كانت موجودة عند عفرة وانت رايح على رام الله، صحيح، عند عروس الجبال هناك اللي كاشف جبال الأردن، فهذيك المنطقة كمان كانت موجودة بس بعدين اختفت، ما انتبهت لها مرة ثانية ما شفتها. أنا سيارتي كثير بتزيح بالهواء خفيفة، حتى لو مش خفيفة أنا سايق على الطريق اللي بروح على رام الله، وصدقوني لو السيارة فوق المية بتقلب السيارة من الرياح الجانبية، ما تستهينوا فيها. الآن إنسانة من الرياح الجانبية، إذا أنت ماشي على خط مستقيم فيش رياح جانبية، خط مستقيم عمليا انت لو مشيت سرعه 1000 كيلو متر في الساعه سيارتك ما بصير عليها مشكله، مش طالما في شيء جانبيا بحاول يقلبها فانت بخير. فاذا اللي مأثر عليها بشكل رئيسي كتثبيت على الشارع، انسان يكون دفع المحرك، دفع المحرك للحركه، كتثبيت على الشارع هو وزن. والوزن عمودي على سطح الشارع، يعني هاي الزاوية 90 درجة. لأن مجرد ما دخلت السيارة في منحنى بتشكل عليها إيش؟ قوة طرد مركزية. قوة طرد مركزية هاي هم بتشكل عليها قوة طرد مركزية جانبية تحاول تقلبها. الآن يلا خلينا ندخل استاتيكا مع المساحة، في النهاية العلوم ما بتنفصل عن بعضها البعض. إذا ليش بتنقلب السيارة؟ شو اللي بيصير؟ اللي بيصير بدنا نفسره باستاتيكا، إنه في عندك هذه القوة الطاردة المركزية تعمل مومنت بهذا الاتجاه تحاول تقلب السيارة، وقيمة هذا المومنت بيساوي قوة الطاردة المركزية مضروبة في ارتفاع السنتروي تبع السيارة عن الشارع اللي هو L1. إذن هي P في L1. بالمقابل يعاكسها stabilizing moment اللي هو جاي من وزن السيارة. stabilizing moment اللي هي M2 بتساوي W في المسافة من السنترويد لعند الحافة الخارجية للإطار للإطار السيارة اللي هو العجل. السيارة لما بدها تقلب مش نقطة الارتكاز بتكون حفة العجل من برا؟ صح. فإذا في عندك stabilizing moment M2، في اللحظة اللي M1 بتزيد عن M2 بتقلب السيارة.
استوعبتوها ولا لا هذه؟ مبلغ مبلغ دكتور. دكتور وصلت. طيب. دكتور كل ما كبرت L2 بكون أحسن للسيارة؟ 100% كل ما صغرت L1 برضو وش اسمه؟ برضو أحسن. عشان هيك سيارات السباق كديش ارتفاعها عن الشارع؟ عمركم شفت الحكي هذا؟ ما لاحظتوش كيف سيارات السباق يا دوب مرتفعة أبو 5 سنتي عن سطح الشارع؟ والله أكل كمان صحيح. لاحظتوا؟ عشان يكبروا ال1. فإذا مين اللي أثبت على الشارع الآن؟ السيارة الواطية ولا السيارة العالية؟ السيارة الواطية. السيارة الواطية. عشان هيك اللي منكم كان يشوف سيارات السباق واطية على الشارع وما يفهم، هينا فهمنا إياها. كمان مين اللي أثبت، السيارة العريضة ولا الرفيعة؟ العريضة. العريضة. الرفيعة بسرعة بتقلب. طيب شو رأيكم العاد ليش ما يعملوا سيارات عريضة وواطية من نفس الوقت، وخلي السيارات شندها عبندها زي ما يقولوها تلف زي ما بدها، يعملوا سيارات واطية يعني على المطبات الآن بزبطش على المطبات، يعملوها عريضة. خلينا في الواطية أول إشي، الواطية ما بتزبط، والمطبات والبحار والأنهار الموجودة في الشوارع عندنا الجوارها والركاب دكتور بدك تحمل، إذن هذه مشكلة ما بتزبط. طب ليش ما نعمل سيارات عريضة؟ الشوارع ما بتوسع يعني، بنوسعهم نعمل شوارع عرض. من وين يا حسرة؟ بدك تعمل شوارع عرض معناته استيلاء أكثر على الأراضي، لأنه بدك أراضي أكثر صحيح. أكلك أكثر كمان، بدك استهلاك معادن أكثر في تصنيع السيارات مظبوط؟ بشكل عام تكلفة أعلى، تكلفة أعلى. طب ما في طريقة تانية؟ صحيح بلا، في طريقة تانية. شوف شو طريقة تانية. الآن هذه الـ W وهذه الـ P، هاي هو هاي الـ P. إذا مثلث القوة عندي صار هيك، هاي الريزلتنت. لما ما كانش في قوة طاردة مركزية كان الوزن عمودي على سطح الشارع، مش هيك؟ صحيح. فكان في عندي ستابيليتي، كانت السيارة ستيبل، لو مشت بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة مش عندنا مشكلة. الآن الريزلتنت بطلت تصير عمودية، صارت تعمل زاوية مع سطح الشارع، ومن هنا صارت المشكلة. طب شو رأيكم نعمل هالشغلة؟ شو رأيكم نميل الشارع عشان يصير عمودي على الريزلتنت؟ يعني الشارع بدل ما هو هي، والشارع في الوضع الطبيعي شباب عارفين كيف بشكله؟ في الوضع الطبيعي أي شكله؟ طلع ونزل طبيعي، أو بس ديروا بالكم هلا الرسم مش رح يزبط معي لأنه مش هذا، هاي في الوضع الطبيعي بيكون وسط الشارع مرتفع عن الجوانب 4-5 سنتي. إذا كان الشارع عرضه 8 متر وسطه بس مرتفع 4-5 سنتي، أنت بعينك بتشوف هذا الحكي؟ بتشوف هذا الارتفاع بالوسط؟ لا 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 بوش. بس في واحد عينيه أحسن مني ومنك، عارفين هو الليفل، الليفل مياه الأمطار. نعم مياه الأمطار بتشوف إنه في ميل، لأن إحنا في النهاية ما بدنا مية المطر تتركز في وسط الشارع، بدنا يصير لها درينج على الجانب وبعدين تمشي، بدي يصير عملية تصريف لمياه الأمطار، صح ولا لا؟ 100%. فإذا هذا الوضع الطبيعي عندي، يا اما بالشكل هذا يا اما بالشكل هذا.
طب احنا على المنحنى ليش ما نعمله يعني بدل ما هو هيك نعمله هيك على المنحنى فرح يصير عندي الوضع هذا هاي الوضع اللي صار هاي هاي الشارع هاي الحافة الداخلية وهاي الحافة الخارجية يعني ها هاي الشارع اوكي هذا مش مبين يعني مضبوط بس هي وين في حافة داخلية وفي حافة خارجية شوف ورقة اصغر اوكي هي في حافة داخلية في حافة خارجية بنخليه مايل هيك اوكي هاي الشارع بص هاي الحافة الداخلية اللي هي قريبة من مركز المنحنى وهي البعيدة عن مركز المنحنى الشارع صار هيك اوكي فاحنا قمنا برفع الحافة الخارجية عن الحافة الداخلية بمقدار سميناه اتش هذا يطلق عليه اسم سوبر اليفيشن وبالعربي نسميه تعلية تعلية بتكون برفع الحافة الخارجية عن الحافة الداخلية بمقدار H فتطلع شو اللي صار عندي هاي الـ W وهاي الـ P وهاي resultant N أصبحت resultant N عمودية على سطح الشارع وفي هاي الحالة راح تأثير قوة طرد المركزي لأنه رجعت كما لو كان عندي الحالة المستقيمة لما بيكون عندي الوزن عمودي على سطح الشارع السؤال كم هو مقدار H بسيط لأن احنا ميلنا سطح الشارع عرضيا الشارع ماشي هيك هاي عرض الشارع ميلنا الشارع عرضيا بزاوية ألفا الزاوية ألفا هذه هي نفس الزاوية اللي في مثلث الكرة أثبت لكم إياها ولا مثبت حالها بعدين هي طلع هاي الشارع لو كان أفقيا تكون الزاوية هاي 90 درجة فالزاوية ألفا زائد الزاوية واحد شو بتساوي ألفا زائد 180 ألفا زائد واحد ألفا زائد واحد كديش 90 يعني 90 درجة شو العلاقة بين هاي الزاوية وهاي الزاوية أني وأني طب تقابل هاي الزاوية هاي الزاوية 90 برضو مش صارت الريزلتنت عمودية على سطح الشارع صحيح هذه واحد تساوي واحد وتسعين بتساوي 90 إذن هذه ألفا بتساوي هذه ألفا إذن هذه الزاوية هي نفسها استوعبتوها استوعبناها اوكي دكتور الان تان الفا شو بيساوي المقابل على المجاور بي على دبليو مزبوط مزبوط مقابل على المجاور اوكي اذا تان الفا يساوي P على W طيب
البي شو بتساوي؟ ويساوي البي شو بتساوي؟ ام في سكويرد على ار. خلينا نقول على ار. على دبليو صح؟ يعني كأننا ضربنا في واحد على دبليو مش هيك؟ طب الدبليو مش بتساوي ام في جي؟ هاي صح؟ ام بتروح فالام الام بتشطب مع الام فالتان الفا شو بتساوي؟ فبيضل عندي تان الفا يساوي v squared على ايش؟ على g في r صح؟ مين بيقول لي هاي شو وحداتها؟ شو وحدتها هذه؟ v المتر لكل راديان كلها 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 شو وحدتها؟ راديان راديان ابراهيم ما فيش وحده فيش إلا وحدة ميتة أنا ما في وحدة فيش إلا وحدة صح؟ صحيح بس برضو صحيح. جواب رهيم صح لأنه إنه فيش وحدة هي نفس الريديان تان ألف الآن طب ما هو هذا التان ألف شو بيساوي؟ بنفس الوقت هذا بيساوي خلينا عشان فيش إلا وحدة ولأنها إشي مقسوم على إشي فيطلق عليها اسم سنترفيوجر ريشيو انه اشي مقسوم على اشي هي في سكوير مقسوم على جي ار يطلق عليه اسم سنترفيوجر ريشيو ريشيو اي اشي ريشيو ما له وحده اوكي هاي تان الف طب ما هي نفس تان الف هاي طب تان الف هاي شو بيساوي بيساوي قديش مقدار التعلية على عرض الطريق رودويث اللي هي بي هاي نفسها تساوي هاي نرمز لها رمز كمان اعطيها الرمز اي سنترفيوجر ريشيو هاي نفسها بتساوي اتش على بي اذا قدرنا نحسب اي اللي هي وين في سكويرد على جي ار بنضرب الاي في بي بيطلع عندي قديش مقدار التعلية لانه الاي بتساوي اتش على بي اتش اللي هو التعلية على بي اللي هي عرض الطريق فهمتوها؟ تمام ابراهيم قال تمام محمد عزام محمد عزام دكتور معك الان يا شباب في حساب السنترفيوجر ريشيو في شغله اهملت هنا شو هي؟ اللي الفريكشن بين عجال السياره والشارع ما في عندي قوه كمان قوه الفريكشن ما اخذت بعين الاعتبار اذا بدنا ناخذ هذه بعين الاعتبار في عندنا معادله تستخدم في الكود اللي هي اي اي بيساوي في سكويرد على 314 ار قبل شوي كنا نقول جي ار الان اخذنا عدة شغلات في الكونستانت هذا اللي هو 314 اللي هو ما في داعي تحول الفي هاي من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند بتضل هاي كيلومتر بير اور وبتضل هاي الريدس بالمتر في داخل 314 دخلنا الجي والكوفيشنت اوف فريكشن والتحويل من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند فهذه المعادله المستخدمه في الكود خلينا ناخذ مثال طبعا قبل ما ناخذ مثال خلينا ننبه لكم احكي لكم طرفي يعني مره احد الطلاب سالني قال لي دكتور يعني طب لنفرض السياره تعطلت على هذا الميل هيك العرضي طيب بتزحلكي شو بتقلب؟ قلنا له يا عم احنا عاملين مبالغه هنا لو تعرف هذا لو كان عرض الشارع 8 متر بجوز هاي تطلع لها 30 40 سم بس يا دوب
يعني مش لدرجة ننزح لك السيارة ولا تقلب ولا إشي لو تعطلت أو وقف. نأخذ مثال. Calculate the super elevation for a curved section of a road given that R is equal to 275 meters, V is equal to 60 kilometers per hour, and B عرض الشارع اللي هو 7.5 meters. شباب في كثير من دول العالم بيستخدموا عرض لكل مسرب 375 سم. المسرب اسمه لين. فإذا كان في عندنا 2 lane road يعني مسرب رايح ومسرب جاي 375 بيعملوا له عرض قديش مقداره؟ 7.5 meters. يعني هذا الرقم مش عشوائي. الآن باستخدام هاي العلاقة E بتساوي V squared على 314 ويساوي لاحظ نعوضها زي ما هي كيلومتر بير اور 60 تربيع 314 في 275 يطلع 0.042 يعني 4.2%. لأن السوبر إليفيشن في من هاي المعادلة طلعنا الـ E اللي هو التان ألفا بدك الـ H بيساوي B في E. إذا الـ H بيساوي B في E 7.5 في 0.042 ويطلع لنا 31 سنتيم ونص. بيطلع لنا 31 سنتيم ونص 0.315 meters. دكتور بدي أسألك. تفضل. السوبر إليفيشن طلع 31.5. طيب أوطى نقطة كده بتطلع؟ صفر. أوطى نقطة هاي صفر وعلى نقطة هاي بتطلع 31 سنتي ونص مرتفع عنها. وهي الشارع بيكون هيك مايل وهي السيارة بتمشي هان هيك. فهمت يا محمد؟ دكتور أنا مش عارف أوصف لك كيف. يعني مش عارف أنا مش فاهم عليك. هاي الشارع أوكي هي مايل هيك الشارع سيارة هي هان. هاي أعلى نقطة طبعا مركز المنحنى هي هان. فإذا الشارع مثلا عرضه 7.5 meters هاي النقطة أو خلينا نقول هاي النقطة ترتفع للحافة الخارجية للشارع ترتفع عن الحافة الداخلية للشارع بالمقدار هذا المقدار اللي هو 31 سنتي ونص. يعني مثلا دكتور عند النقطة صفر بيكون ارتفاع البسكورس 20 سنتي. أي نقطة صفر؟ وين هي النقطة صفر؟ أنا بحكي عن سطح الزفت النهائي. مليش علاقة لا بيس كورس ولا شيء. فهمت ولا لسه؟ أنا فاهم. طب وين المشكلة الآن؟ احكي احكي يا محمد خذ راحتك. المشكلة إنه يعني صراحة مش عارف أشرح خلاص. فهمت عليه. هو قصده على أسئلة. هو قصده النقطة أوطى نقطة اللي تحت هاي السفر إحنا اعتبرناها سفر قديش ارتفاعها عن مستوى الحفر يعني مثلا. هي قصده. محمد رد عليه. دكتور خليني أحكيها بس تحملني. فلنفرض هاي اعتبرناها صفر أو نقطة فيها 20 سنتي. انت بتقول لي هاي وانا مش شايف مين هي مين هاي. عندك إمكانية انت تكتب على الشاشة. يا محمد نخلص المحاضرة. خلص دكتور للمحاضرة الجاي بسألك. لا احنا مش حابين بدنا نعطل مرة تانية. إذا في يعني شو اللي بيمنعك تعبر يعني مش فاهم. كلي وين أشر يعني مثلا كلي وين أشر مثلا نقطة دكتور أتش السوبر إليفيشن طلعت معنا 31.5 اللي طلع عندي هذا الارتفاع للحافة الخارجية عن الحافة الداخلية للشارع. طيب معلش خليني أقول لك طلع لي هذا الشارع هي اوكي هاي الحافه الخارجيه هاي السياره ماشي هيك اوكي هاي الحافه الخارجيه وهاي الحافه الداخليه وهان هيو مركز المنحنى هان.
فأنت قاعد بتلف هيك، فهاي الحافة الخارجية ترتفع عن الحافة الداخلية بمقدار 31 سنتي ونص. وين المشكلة؟ خلاص خلاص وصلت الفكرة. فهمتها وصلت؟ اوكي. فإحنا لما نعمل بيس كورس أصلاً نعمله مايل، ولما بنحط عليه طبقة زفتي مثلاً 7 سنتي بتطلع طبقة الزفتي 7 سنتي يونيفورم على العرض كلياته. مفهوم؟ مفهوم. فهي في عندك سيارة راح هيك، وهي عندك السيارة في الاتجاه الثاني جاي هيك. أنا ساعتها ما بهمني قديش المقدار هذا بيرتفع عن هذا، بهمني ساعتها إنه هذا كل عرض الشارع له نفس الميل. مفهوم؟ طيب. الآن مهمتكم يا شباب، مهمتكم إنه تنتبهوا للشوارع من الآن فصاعد. في بعض المناطق السيارة بتلف هيك، عاملين لك الميل عكسي هيك، بدل ما يعملوه هيك عاملينه هيك. ما هذه مشكلة يعني. يا سيارة يلي مش عارفة تكل بيخدي لك الدفشي كالبين الكوربة. يعني هذا أحد الأمثلة هنا. هذا إذا ما وطيتش السرعة على 5 أو 10 كيلومتر في الساعة ممكن سيارتك تقلب. أنا شفت يعني في مناطق ونبهت لها. فإذا أنت الآن من الآن فصاعد بتشوف سوبر إليفيشن عكسي، نبه المسؤولين عنه لأنه هذا بيعمل حوادث. وتطبيق السوبر إليفيشن بيكون كالتالي. إذا بترجع للمنحنى اتذكر في عندي ليفت ترانزيشن وسيركولر ورايت ترانزيشن، وأنا في عندي الباك تانجنت وأنا فورورد تانجنت. هي أمي بس يعني برسمي ومبالغ فيها شوي. هذا الخط المستقيم، هي المستقيم، بعدين هذا المنحنى المتدرج الأول، بعدين هاي السيركولر والمنحنى المتدرج الثاني. طلع احنا ماشي على الخط المستقيم، هاي شكل الشارع عادي هيك، يا هيك يا منحنى زي ما حكينا. ضلك ماشي، مجرد ما وصلت تي نوت اللي هاي النقاط تبعتنا، النقاط تبعتنا هي حاطين هذه هنا، هنا التي نوت، وهان تي ون، وهان تي تو، وهان تي ثري. طلع لعند التي نوت الشارع ماشي زي ما هو. بعد هيك طلع شو اللي بصير؟ كل ما مشينا باتجاه سيركولار بنصير نرفع الحفة هاي الخارجية، نرفع 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 لعند ما نوصل للميل تبعنا. هاي لعند ما نوصل للميل تبعنا هذا، بعدين هذا بيثبت الميل بين تي 1 وتي 2. وبعد التي 2 واحنا ماشيين بنصير كل ما مشينا باتجاه المستقيم الثاني نوطي 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 لين نرجع لشكل الشارع الأصلي. أيوه. فعملية تطبيق السوبر إليفيشن ما بتتم بشكل لحظي، يعني مش احنا هيك فجأة صرنا هيك، لا، واحنا ماشي السيارة نرفع 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 تنوصل طبعا الماكينات صب الزفتي تعير على الحكي هذا، تعير انه كل مساء كل ما تمشي كذا ارفعي كذا، كل ما تمشي كذا ميل الشفرات كذا في عملية صب الزفتي. مفهوم يا شباب؟ واضح؟ في حدا عنده أي سؤال؟ طيب. ضايل علينا أبو نص محاضرة وبنخلص المادة المطلوبة للامتحان الأول، بس إحنا راح نضلنا ماشيين طبعاً في الشرح. إحنا راح نضلنا إن شاء الله تعالى ماشيين. بس يعني أبو من هان لا يعني ممكن أسبوعين، أسبوعين ونص لقدام راح نحكي عن المنحنى الانتقالي اللي هو Transition Curve، و
كيف كيفية التوقيع، وبعدين ننتقل بالحل العمودي إن شاء الله تعالى. بس يعني ضايل علينا خلينا نقول سكشن صغير بناخده، ولعند هنا بيكون عندنا الامتحان الأول. وزي ما كنا الامتحان، بعرفش أنا ذكرت لكم المحاضرة هاي ولا لا، الامتحان يا شباب احنا يوم الخميس مش هيك؟ يوم الخميس هذا اللي وراء. أي ساعة؟ ساعة 6. لا الآن صار الامتحان الساعة 5:15، واضح؟ لأن نزل إعلان من الجامعة عن الامتحان تكون بين الساعة 3 والساعة 6، فالامتحان راح يكون من جزئين. الجزء الأول اللي هو multiple choice، والجزء الثاني اللي هو حل أسئلي، وراح يكون بريك بينهم، بريك أبو 5 دقائق بس. يعني تعمل ساعة دكتور؟ كيف؟ ساعة؟ مدته ساعة بس، يعني هو راح يكون بريك بين التو سكشنز، يعني مش حيكون امتحان واحد، راح يكون امتحانين متلاحقات بفاصل زمني يمكن أبو 5 دقائق. لسه ما قررتش تعمل multiple choice بتخلص. مثلا افرض انه بلشنا 5:45، بجوز على 5:15 ينتهي، على 5:45 يبلش السكشن الثاني. طبعا انا بعطيكم الحكايات في التعليمات، يعني الامتحان بيكون first A first B، انت بتدخل اول شيء على first A، بعد ما تخلصه وتسلم 5 دقائق على طول انت انكر على first B وقرأ التعليمات، وبعدين لما بيفتح الامتحان بتحل وبتسلم. طبعا اللي فيه حل أسئلة بدك تصور وترفق على الموديل. دكتور الخميس هذا الامتحان؟ لا اللي بعده. اللي بعده اللي بعده. اللي بعده. تمام. يلا يعطيكم العافية شباب. هلا. دكتور المختبرات بس سؤال. والله ما عندي جواب. بغض النظر شو بدك تسأل، مختبرات علمها عند ربي وعند الحكومة وعند الجامعة. إذا غير هيك اسأل. لا خلص وكده شو خلص ماشي. أوكي يعطيكم العافية شباب. هلا.